خوتي هاد الدري كان كيقرا ما بيه ما عليه، وشوية بدا كيعيا. واحد النهار قال لي يابا انا راه صافي ما قديتش نهز الشكارة، صافي راني عييت صافي. هزيت الدري اديتو لتاهلة، ومن بعد وصلتو لتاهلة دخلتو لواحد السبيطار، درت ليه تما التلفازة والتحاليل. قال لي يا ولدك خصك تديه لتازة، ومن بعد وديتو لتازة دخلناه للسبيطار، بقيت تما 15 يوم وانا كنعاني معاه. فجا الطبيب اللي غادي سميتو يشوفو، قالوا لي عنده الماء في الريه باش غادي يدير ليه العمليه وغادي يحيد ليه داك الماء من الريه. قال لي يا ولدك خصو ما يدخلو الفاس، ما كاينش اللي غادي يدير ليه هذا الشيء هنايا، ولدك خصو غادي يمشي الفاس. قلت لها ودي انا الله يرحم والدينا انا راه ما عنديش والحال لا حول ولا قوه الا بالله، الا كان ما سميتو هذه. قال لي ولدك غادي يمشي لفاس. حنا ونا وبقينا نزوقوا في الناس ونرغبوا، عاونونا الناس الله يكثر خيرهم المحسنين. هزينا ولدنا ديناه دخلناه لفاس للسبيطار، بقينا دير هاد التحاليل، دير هادي دير هادي دير هادي، حتى اكتشفوا منا ولدي عنده السرطان. ودعيوا ليه بالشفاء، الله يجزيكم بخير والله يرحم والدين. وها انت ما كتشوفوا راه سميتو راه ديتو للرباط، درت ليه واحد ليريم في الرباط 1,040,000 ريال، وها واحد اخر عاوتانيه الله يجزيكم بخير. وانتم ما كتشوفوا الحاله لا حول ولا قوه الا بالله. ومن بعد ها الوراق عاوتانيه، ها هما هنايا عاود التحاليل والسكانيرات والراديويات، وفيها بزاف ديال الاخر ديال التحاليل. خوتي كاع اللي كيشوف هذا الشيء الله يجزيه بخير، الى ما لقى غادي يدعي ليه غير بالشفاء. الحاله راه بقات لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحم لكم الوالدين. احروده تا اي داي غري لان اي غري اي اي اي, أي وشربي سنت تحرودين خوي مرض إلا ما بيه ما عليه حتى أزقي مرض السرطان ديال الكبدة. طول الله يرحم ليكم الوالدين. إلا سنويت غلفاس نويت أهلا نوي فاس ونجي ماني تور نوي ونجي ماني سوركي نوي الرباط ونجي ماني تور نوي. طول الله يرحم ليكم الوالدين. هاش نويت قرندي الحالة ما هدنا والو. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يجزيكم في خير، عاونونا الله يرحم لكم الوالدين. هالشي اللي عندي غير هاد الولد اللي عندي، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجزيكم بخير. انا كنت من ربي غادي يشافيني، واللي كيشوف فيا دابا غادي يعاوني، اللي ما قدرش ما يعاونش غادي يدعي غير معايا. كنت كنقرا في الخامس، كنت مشاهد عندي 11 سنه، سميتي محمد قسمون. وصافي بديت كنتدهور شويه بشويه، داوني والديا ما بحالهمش وما عندهمش، داوني السبيطار من هنا لهنا. وشويه شويه صافي احا ما لقينا باش نمشي ولا نرجعو. لقاو عندي السرطان في الكبده وصافي، ما وكنا مشينا لتالا، من تالا عاوتاني لتازا الفاس، كنمشيو من هنا حد كيمشي. المهم مشينا للرباط، مشينا ما خلينا فين مشينا.
إوا بقاو عندي السرطان في الكبدة وما عندنا والو باش نديرو والو، التحاليل ما عندهاش باش نديرو، التلفازه السكانير، وحنا كتشوفوا اخوت اللي ما قدرش يعاون غادي يعاون غير بالشفاء. كنتمنى ربي غادي يشافيني ها هما، كنتمنى بحال نكون بحال الوليدات، غادي نرجع للقرايه ديالي، وغادي نكون غادي يكون عندي مستقبل، غادي يكون بحال الوليدات، غادي نلعب، وكنتمنى ربي غادي يشافيني. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.